السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، ونرحب بكم أجمل ترحاب في برنامجكم هلا مسقط في الحلقة أو اليوم السابع بعدما أكملنا أسبوع منذ انطلاق فعاليات مهرجان مسقط لعام 2019. كان أسبوع حافل بالفعاليات المختلفة المتخصصة والعامة، أسبوع حافل أيضا بمشاركة الولايات والتراث من خلال مسابقة الولايات، وأيضا محتوى مقدم للعائلة وكافة شرائح المجتمع. اليوم مساء استثنائي، مساء مختلف من خلال لقاء أيضا مختلف مع ولاية عريقة تحتضن التاريخ بين ثناياها، ولاية مسقط. سنتعرف على مشاركتها في قادم الأوقات. نرحب بكم من الآن وحتى العاشرة، وأيضا نرحب بزميل حفيظ. أهلا وسهلا بك حفيظ. يا هلا فيك المها، مساء الأحبة لكل الأحبة ومن كل يتابعنا في هذا البث الحي والمباشر من هنا من متنزه العامرات، لرصد كل الفعاليات والأحداث في هذه الفسحة المسائية، رحلة وتطوافها نعرج على جديد الأحداث من مناشط وفعاليات وعروض، سواء كان على مستوى محلي أو دولي، وأيضا من خلال الزملاء في الخارج، تقارير ضيوفنا في الاستوديو، الربط المباشر، هي صورة متكاملة لهذا الحدث وهذا المحفل في هذه الأمسية والسهرة اليومية في هلا مسقط. تواصل وفرح. في هلا مسقط يوميا بمبلغ 100 ريال عماني لفائز واحد، وآخر الأسبوع معنا ثلاثة فائزين لكل واحد 500 ريال عماني، ومبلغ 1500 ريال عماني لفائز واحد في آخر حلقاتنا. فقط أرسل كلمة هلا مسقط على هذه الأرقام. مشاهدينا من جديد، ومن خلال هذه المتابعة اليومية
الشاشة والعدسة تتحدث من خلال توافد كبير لزوار متنزه العامرات وأيضا متنزه النسيم. أيضا رح نتحدث مشاهدينا معكم بلغة الأرقام، حيث معنا الإحصائيات يا حفيظ قبل أسبوع تقريبا من بداية انطلاق فعاليات مهرجان مسقط، واليوم ما شاء الله، هل من يعني فعاليات مختلفة هي التي تجذب السواح، أم أن مشاركة ولاية مسقط هي اليوم تحتل هذا الحيز الكبير في متنزه العامرات؟ أكيد طبيعا على طاري أيضا الأرقام، وعندما نتحدث عن الإحصائيات ربما تكون الإحصائية بالكامل في المتنزهين، وفي عدد من المواقع وصلت إلى 59,700 زائر إلى هذه اللحظة أو بالأمس، هذا غير اليوم الجمعة اللي جايين يحضروا فعاليات اليوم مسابقة ولاية مسقط، وفي حديقة النسيم كانت الرقم آخر أيضا. في متنزه النسيم يا حفيظ حوالي 26,176 زائر، أما في متنزه العامرات هنا في موقع أو ميدان المهرجان 30,031 زائر. هذا التفاوت البسيط جدا ما بين المتنزهين وأيضا المواقع الأخرى التي تضم الفعاليات المختلفة حوالي 3,500 زائر، إذا المجموع حوالي قرابة 60,000 زائر، وهذا فقط أسبوع من انطلاق الفعاليات يا حفيظ. أكيد، واليوم الجو يختلف بمشاركة ولاية مسقط، تقدم فنونها، تقدم موروثاتها. هذه المسابقة المعنية بالتنافس بين الولايات تترجم جهود الحكومة في الحفاظ على هذا الإرث وهذا الموروث الحضاري والتاريخي، وتعرف أيضا الأجيال ما كان يحتضنه ويقدمه وحياة العماني للأباء والأجداد. اليوم هذه المشاركة أيضا شاهدنا من البداية التحضير والاستعداد المبكر لبدء انطلاق الأركان، الأداء، الفنون، المشغولات اليدوية، الحرف، كل تفاصيل الحياة قديما في ولاية مسقط هنا حاضر في هذه القرية التراثية. الجميل في الأمر شاهدنا هذا الدعم والحماس والتشجيع أيضا من أبناء الولاية، هم حاضرون في هذا المكان بالتحديد متنزه العامرات القرية التراثية. نحن أكيد حفيظ ما نكتفي من خلال هذه الالتقاطات فقط، ولكن زملائنا خارج الاستوديو متأهبين لبدء هذا المساء والأحاديث المختلفة معهم. نبدأ مع تاج البلوشية، أسعد الله أوقاتك يا تاج، وفي أي موقع حاليا تتواجد تاج؟ مساء الخير والمحبة لكل من يتابع أهل مسقط الذي ينقل فعاليات ومناشط مهرجان مسقط 2019 تحت شعار تواصل وفرح. اليوم ننقل لكم خلنا نقول ألوان ولاية مسقط، هذه الولاية العريقة التاريخية خلنا نقول اللي تعد من أهم المراكز التجارية في السابق، ولا زالت إلى الآن تعد أيضا من أهم المواقع السياحية والأثرية في محافظة مسقط. ولاية مسقط اللي تضم كثير من المواقع السياحية والأثرية، وأيضا خلنا نقول المهمة في السلطنة، عندنا على سبيل المثال قلعة الجلالي والميران، عندنا أيضا متحف بيت الزبير، عندنا أيضا بوابة مسقط الشهيرة، باب المثاعب اللي كان في السابق معروف، وأبواب أخرى مشهورة أو تشتهر بها ولاية مسقط، إلى جانب أيضا مثل ما ذكرنا قلعة الجلالي والميراني، المتاحف الموجودة، أيضا مجلس عمان اللي يضم بين جناحيها مجلس الدولة أو خلنا نقول مجلس الشورى وغيرها من المجالس المهمة في السلطنة. إذا نتكلم عن تاريخ، نتكلم عن مزج بين الأصالة والمعاصرة، بين تاريخ، بين إرث، بين تنوع ثقافي وحضاري. وأقرب مثال أن اليوم أرتدي أيضا أحد الملابس أو خلنا نقول أحد الثقافات التي تتواجد في ولاية مسقط، التنوع، الثراء، الجمال، الساحل، الجبل، التراث، الحضارة، الفكر، الأدب، الفن، يتواجد كله في ولاية مسقط. اليوم ولاية مسقط مختلفة وحضورها أيضا بهيج ورائع في متنزه العامرات. أتمنى أن ننقل هذه الأحداث وهذه اللوحات الفنية والجميلة والرائعة التي تتغنى بها ولاية مسقط عبر هذه النافذة أو هذه الشاشة في برنامج هلا مسقط. نتمنى أيضا لكل الزوار أن يقضوا أمتع الأوقات وهم يشاهدون هذه الاحتفالات وهذه أيضا الفنون التي تتواجد هنا في متنزه العامرات. إذن أجواء رائعة وأجواء فنية وتراثية وحضارية تتغنى بها ولاية مسقط اليوم، يوم مختلف
نتمنى أيضا أن تكون هناك بعض الوقفات التي نبرز من خلالها فعاليات ومناشط ولاية مسقط. إذن وقت ممتع أتمنى للجميع. وخلونا كذا أعود معكم مشاهدينا الكرام إلى الزملاء في الاستوديو ونستكمل باقي حلقات أو فقرات هلا مسقط. جميل جميل يا تاج، اليوم إطلالة مختلفة، إطلالة استثنائية، جميل هذا التنوع. أنت قلتي أن ولاية مسقط راح تتحدث بالألوان، وأتوقع مع بدء الحديث نحن نتوقع الأجمل من ولاية مسقط. وأيضا لاحظتي حفيظة التصوير الجوي الذي يلتقط هذه المشاهد الجميلة جدا. نحن الآن نتحدث من خلال هذه المشاهد، ولكن التفاصيل مختلفة أكيد في قادم الأوقات. أكيد التفاصيل مختلفة، ونحن نشاهد هذا الإرث، هذه المشاهد التي تختزل عمر هذه النهضة، وأيضا تختزل تاريخ البلد، حضارتها، عاداتها، فنونها. اليوم اللي المشارك ما قام بهذا الشيء إلا من خلال أنه حاب يظهر عاداته ويظهر ثقافته ويظهر أيضا إرثه. عمل تطوعي من أبناء الولاية حبوا أنهم يكونوا مشاركين في هذه المسابقة اللي فعلا أضيفت قيمة جمالية ثقافية وبعد اجتماعي وإنساني مميز، يخدم أيضا الزائر لمعرفة الكثير والكثير عن عادات هذا البلد وثقافته. والآن مباشرة إلى زاوية أخرى هي قريبة من زاوية القرية التراثية مع الزميل محمد المهري، تفاصيل وحكاية هذه المشاركة من خلال وجودك هناك. محمد حياك الله، محمد لك الكلمة. مساء الخير حفيظ، مساء الخير المها وكل الزملاء. اليوم الحكاية حكاية مسقط، اليوم بين مضمون المسمى ودلالات التسمية. اليوم نتحدث عن ولاية مسقط، هذا المضمون الذي يحتوي العديد من المآثر التاريخية الحضارية والثقافية. ربما تشاهدون في هذه الخلفية الفنون العمانية المغناة. المكان مزدحم، ولاية مسقط اليوم تنثر هكذا كثير من الموروث الشعبي، تجسيد أيضا البيئة الحضارية باعتبارها هي النبض لهذا البلد. مسقط الولاية ومسقط المحافظة ومسقط العاصمة التي تحتضن مهرجان مسقط 2019. دلالات جميلة في هذا المساء، نتمنى من خلال هذه التغطية الحية والمباشرة أن نقدم أيضا للمشاهدين الكرام هذه الباقة المنوعة، هذه الباقة التي تزدان الآن أيضا من خلال الألعاب النارية التي تزين سماء مسقط ومهرجان مسقط 2019. ونقلم معكم هذه اليوميات من هلا مسقط. شكرا محمد المهري، فعلا أشعر باعتزاز، أشعر بفخر وامتنان لأبناء ولاية مسقط وهم يقوموا بهذا الدور اللي يختصروا علينا الحياة التاريخية وحياة الإنسان العماني قديما وبمختلف أشكالها، الفرح، البهجة، حياة البحث عن الرزق، الزراعة، البيئة الجبلية الصحراوية، أشكال مختلفة جميلة هنا تقام في هذه القرية التراثية تعبر عن جماليات وبعد الجانب الثقافي بالفعل للمنطقة. بالفعل حفيظ. أيضا لفت انتباهي المساندة القادمة من الولاية نفسها، هي لا تقتصر فقط على مشاركة الولاية والمشاركين فيها من جمعية المرأة العمانية ومن كل له علاقة بأن يقدم هذه البصمة في الولاية، أيضا هناك جموع شاركت من خلال حضورها. نحن الآن نتابع هذا التجمع والتجمهر على الفعاليات المختلفة المقدمة من الولاية. هذه هي أحاديثنا هنا في متنزه العامرات يا حفيظ، ولكن هناك أحاديث مختلفة في متنزه النسيم مع الزميل أحمد المعمري. أسعد الله أوقاتك يا أحمد. أسعد الله مساءاتكم بالمحبة والسرور هناء والمها وحفيظ وطاقم البرنامج هناك ومشاهدين الكرام عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان. نحييكم ونرحب فيكم في هذه الليلة الجمالية الرائعة المزدانة
بمشاهدتكم معنا ومتابعتكم لهذا البرنامج المتجدد بتجدد الحضور وزوار مهرجان مسقط. هنا في متنزه النسيم أجواء مختلفة وأصوات الألعاب النارية اللي انطلقت قبل قليل حاضرة أيضا معنا. ترحب بكم في هذا الترحاب الجميل والرائع. هنا زوايا متنوعة كما استمعنا لزملائنا هناك في العامرات، لديهم الكثير من الفعاليات المتنوعة. أيضا متنزه النسيم ثري بمجموعة من الفعاليات من الثقافات. الجميل أيضا في متنزه النسيم وما يميز متنزه النسيم هو وجود مجموعة من الثقافات العالمية الفلكلورية الرائعة من خلال المسرح المفتوح، أيضا من خلال ساحة الميدان التي تستعرض لنا جملة من الفعاليات والمناشط المتجددة. نذكر إن شاء الله في يوم الخميس يوم غدا بإذن الله راح تكون هناك أول الحفلات الغنائية على المسرح المفتوح، فيها الفنانين العمانيين نسمة الرئيسية وسالم قطن التي تنطلق إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء. هذه دعوة نوجهها لكل المشاهدين الكرام لحضور هذه الحفلة الغنائية التي تنطلق في أولى حفلات المهرجان هنا في متنزه النسيم. أيضا على مسرح الطفل المجاور للقرية التراثية التي احنا فيها الآن هناك مسابقات وهدايا وسحوبات متنوعة تقام أيضا كل خميس، ليلة كل خميس مع انطلاقة المهرجان في تمام الساعة تقريبا الساعة 6:30. فعاليات تقام على مسرح الطفل، فعاليات متنوعة دائما هي يومية، ولكن يوم الخميس عندهم مجموعة من السحوبات، عندهم مجموعة من الفعاليات اللي تقام وتنظم. نحن أيضا ننقل لكم هذه الصورة الحية من هنا من القرية التراثية بمتنزه النسيم، هذه القرية المتنوعة التي تتواجد فيها البيئة البحرية بكل تفاصيلها سواء صناعة السفن وغيرها من البيئة البحرية، أيضا البيئة البدوية اللي موجودة فيها وتفاصيل أخرى. وقفة قادمة إن شاء الله عن سينما المفتوحة الموجودة في متنزه النسيم نتحدث عنها في وقفتنا القادمة، والعودة تتواصل هناك مع زملائنا في العامرات. العودة إليكم وإن شاء الله برامج قادمة ووقفات قادمة. يعطيك العافية أحمد، إحنا بين فينا وأخرى راح أكيد نتواصل معك من خلال ضيوفك ونقلك لتفاصيل المكان هناك في متنزه النسيم العام، حيث المكان أيضا يزخر بعدد من الفعاليات والأنشطة والمعارض التجارية، المسارح المفتوحة، العروض العالمية. وأيضا في هذا الموقع اليوم المكان مختلف تماما، ما كنت أتصور اليوم هذا النشاط من أبناء ولاية مسقط وهم يشاركوا أخوانهم لإظهار هذه الجوانب الجميلة في ولاية مسقط في مسابقة الولايات. احنا نتمنى يا حفيظ ومشاهدينا ان الجميع يقضي اجمل الاوقات، لذلك احنا نرحب بكم في جنوبات متنزهي العامرات والنسيم، وايضا نرحب بكم في برنامج هلا مسقط، تابعونا. الحب والإحساس والطيبة، مساكم جميل أعزائي المشاهدين، كجمال قلوبكم. هكذا نتنقل من زاوية إلى أخرى ومن شرفة إلى أخرى، نطل عليكم هذا اليوم من النادي الثقافي لننقل ندوة فن التصويت. النهمة هو فن عماني جميل، ربما الكثير يسمع عن هذا الفن لأول مرة. هو فن بحري برع الإنسان العماني في أدائه منذ الأزل. لننقل لكم تفاصيل هذا الفن، كونوا معنا. ضمن فعاليات مهرجان مسقط لهذا العام، نظم النادي الثقافي بمقره بالقرم وبالتعاون مع اللجنة الثقافية لمهرجان مسقط 2019 أمسية فنية بعنوان فن الصوت النهمة في عمان، وذلك إطار البرنامج الثقافي والفني للمهرجان بمشاركة مجموعة من المتخصصين وحضور عدد من المهتمين والباحثين في مجال الفنون البحرية. كما تهدف هذه الأمسية إلى التعريف بفن الصوت النهمة وتقديم هذا الفن التراثي بوصفه أحد الفنون البحرية العمانية، بالإضافة إلى التعرف على مميزات وعناصر هذا الفن وأوجه التشابه والاختلاف بينه وبين الفنون البحرية الأخرى. وتضمن برنامج الأمسية ورقتي عمل قدمها باحثان متخصصان في الفنون البحرية العمانية،
حيث قدم الورقة الأولى الشيخ حمود بن حمد الغيلاني، وهو باحث وله العديد من الإصدارات في مجال التاريخ البحري العماني. وتناولت ملامح الفنون الشعبية البحرية العمانية، وركزت الورقة على فن الصوت أو كما يعرف أيضا باسم البداعي. فيما قدم الباحث جمعة بن خميس العلوي الذي يشرف على العديد من الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والاجتماعية بعنوان أنواع فن الصوت وكيفية أدائه، تحدث من خلالها عن حياة البحارة العمانيين على ظهر السفينة وما يؤديه من أعمال مصاحبة بالشلات البحرية للتخفيف والترفيه عن أنفسهم من أثر التعب بكلمات تتضمن الشوق والمديح. أدار هذه الأمسية الفنان فتحي محسن، وهو من المهتمين بهذه الفنون، كما شملت الأمسية على فقرات من الفنون الشعبية العمانية أداها النهامين ربيع بن جمعة الحتروشي وعوض بن حارب الغيلاني. شاركهم الإيقاع إبراهيم بن مبارك العلوي وأحمد بن جمعة الغيلاني. الفنون البحرية العمانية فنون ارتبطت بالتاريخ البحري العماني منذ أزلية التاريخ البحري العماني حتى اليوم. هذه الفنون تنوعت وانتشرت وتطورت من مرحلة إلى أخرى، إلا أن القدير بالذكر أن هذه الفنون العمانية البحرية اختصت بالجانب البحري ما يزيد على 20 فنا بحريا عمانيا. الأمسية هذه عن فن البحر بخصوص الشوباني والتصويت، وتطرقنا إلى الشلات التي يقوم بها أو يؤديها البحارة على ظهر السفينة، وبدأنا من بداية كرحلة سفينة وإعداد السفينة من بدايتها من القلفات إلى الدهن وإلى آخره، حتى سفرها ورجوع وعدته والصعاب اللي واجهها البحارة وما يتغنوا بها أثناء مواجهة الصعاب. فن التصويت أو فن النهمة كما هو متعارف عليه في دول المنطقة هو من فنون عريقة جدا على مستوى المنطقة بشكل عام، وفنون يقدم الحضارة، هذا الفن يقدم حضارة الخليجية وحضارة الجزيرة العربية بشكل جميل جدا، حيث به تفاصيل تعايش هؤلاء أو تعايش الإنسان مع أدواته، مع ثقافته، مع شعره، مع كلماته، مع لغته، مع أسفاره، ففيه الكثير من التعبيرات التي تشير إلى هذا التمكن الحضاري والفكري من أدواته كإنسان عربي وكإنسان عماني بشكل خاص. يا أبو جسمي نحل يا أبوي. هكذا انتهت جولتنا من ندوة فن التصويت، هنا الماضي هنا الحاضر، هنا تسجل أجمل الذكريات. مهرجان مسقط 2019، لنبقى دائما في تواصل وفرح، كنوا بخير دائما، وهلا مسقط. فرصتك للفوز في هلا مسقط يوميا بمبلغ 100 ريال عماني لفائز واحد، وآخر الأسبوع معنا 3 فائزين، لكل واحد 500 ريال عماني، ومبلغ 1500 ريال عماني لفائز واحد في آخر حلقاتنا. فقط أرسل كلمة هلا مسقط على هذه الأرقام. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة في هذه المحطة في هلا مسقط. شكر للزميل خالد المعمري على هذا التقرير الذي رصد جانب مهم. أمسية تحمل عنوان فن النهمة أو الصوت بتنظيم من النادي الثقافي، اللجنة المنظمة لهذا المهرجان بالتنسيق مع وبالتعاون مع وزارة التراث والثقافة والجمعية العمانية للكتاب والأدباء والنادي الثقافي وجمعية الصحفيين وجمعية العمانية للسينما والمسرح، محاولين أن يجدوا عدد من البرامج التي تثري البعد والجانب الثقافي. إذن هذا الموضوع المها ربما قريب من المهتمين به.
بهذا الجانب. ومن أتى هذا المهرجان ربما إلى شيء مختلف ويشاهد مشاركة الولايات، هي قصة تختلف تماما. نعم يا حفيظ، بما أنك ذكرت الجانب الثقافي، من الضروري أن نذكر المشاهد أن هنا في الركن الثقافي في متنزه العامرات بدأت بالأمس معرض خاص للحلي النسائية ويستمر أيضا إلى يوم الجمعة. هذا عن الجانب الثقافي، ولكن ما نروح بعيد عن حديثنا وأبرز أحاديثنا لليوم عن مشاركة ولاية مسقط، حيث نتحدث عن التحضيرات والتجهيزات لولاية مسقط مع الأستاذ خالد بن مبارك العذالي، مشرف ومخرج مشاركة ولاية مسقط. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ المها، أتشرف بحضوري معاكم وأتمنى أن أضفينا شيء جديد اليوم إن شاء الله. إن شاء الله، ما شاء الله حضرتم وحضرت الجموع معكم، جمهور غفير أتى لمشاهدة هذه الفعاليات. وأيضا نرحب بالأستاذة سامية بنت محمد الحزامية، مشرفة الركن النسائي والمتحف التراثي. حياك أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا، يلا فيك. أبدأ معك أستاذ خالد، كونك مخرج مشاركة ولاية مسقط، شاهدت العروض الماضية لولاية بوشر، ولاية بدية، ولاية العامرات، قدمت نماذج من تراثها وعاداتها. فكرت أول شيء أنك توزع المجاميع وتوزع الأدوار، وكيف تقدم هذا التاريخ والتراث وتختصر أيضا عديد من الأمور بشكل وأساليب تعتمد على نوع من الابتكار. ما هو الابتكار في هذا الجانب لتمثيل ولاية مسقط واختزال كل تاريخها؟ أهلا بك أستاذ حفيظ. في البداية يعني سبحان الله، في 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 نوع من تلاقي الأرواح، لأنك بديت سؤالك بأن تتبع لمشاركات الولايات السابقة. فعلا كنت حريص على تتبع الولايات السابقة للاستفادة سواء من الإضافات أو من العثرات، والتتبع كان عبارة عن فريق متكامل، لأن العمل لا يختزل في مخرج بقدر ما أنه يختزل في جميع المشاركين. السمة التي أردنا أن نقدمها تحويل التراث المادي والمعنوي إلى يعني تراث تفاعلي. على سبيل المثال الألعاب الشعبية، الألعاب الشعبية قد تقدم كصورة لعبة. صحيح. تطرح. الإضافة التي قدمناها أن تكون اللعبة ذاتها تفاعلية، تشارك ما بين مقدم اللعبة وما بين الجمهور. على سبيل المثال لعبة معينة تحتاج إلى 8 من الطلبة أو من الطالبات، لماذا لا تقدم اللعبة؟ الجمهور يأتي حتى منطقة الألعاب الشعبية، لماذا لا تقدم اللعبة؟ نحن نحتاج إلى مجموعة من المشاركين لكي تقدم اللعبة. هنا تقديم اللعبة بشكل تفاعلي من قبل الجماهير، إيصال التراث المادي والمعنوي العماني خاصة إلى الأجيال القادمة، هذه رسالة نود أن تصل من خلال مشاركة ولاية مسقط. هذا مثال حي لكل ما يقدم. أعتقد بأن نسبة الحضور تترجم نوع من 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 النجاح بإذن الله. بإذن الله. إذن لم تقتصروا أو المشاهد لم يكتفي بالمشاهدة أيضا، بل من خلال المشاركة سواء كان في الألعاب الشعبية أم أيضا لحضور مختلف الفعاليات المقدمة من الولاية. لكن سؤالي لك أستاذة سامية، ماذا قدمت المرأة من خلال مشاركتها اليوم؟ والله المرأة، خلينا نقول المسقطية، قدمت العديد من الأركان في الركن النسائي. ممكن نقول أنها هي اختزلت ما تقوم به المرأة قديما وجسدته أولا بالزي اللي هي لابستنا الحين، الأمهات الضرب براي يسمونه القماش قديما، بالحضية اللي تلبسها المرأة، بالنعال القديم اللي لبستها المرأة سابقا. هذه من أبرز الأشياء اللي تمثل الولاية كزي للمرأة العمانية. بالإضافة إلى أننا الركن النسائي يشتمل على العديد من الفعاليات داخل الأركان، منها ابتداء من الحول بتقديم فقرة الحول لأطفال أكملوا العام هذا اليوم، بهذا اليوم أكملوا عامهم الأول، وبالتالي جابوهم أنه يحتفلوا بهم بعادة كانت جدا قديمة، يعني مناسبة فعلية. نعم، وتشارك أم الطفل وأم الطفلة في تأدية أو تقديم الحول. بالإضافة إلى عرض بعض المأكولات الشعبية، كانت ما يقارب من 22 أكلة شعبية قاموا بإعدادها الأمهات، وكيفية إعداد هذه الأكلات الشعبية وعرضها في وتقديمها في الأواني السابقة، الأواني القديمة التي كانت تستخدم سابقا في تقديم الأطعمة والمأكولات الشعبية. نعم. بالإضافة إلى ركن للسعفيات،
ركن السعفيات يشتمل على كثير من الأدوات التي صنعت من السعف، وبالإضافة إلى هذا إن أم تقوم بتقديم مثلاً المجمعة اللي هي المخمة أو المكنسة يسمونها، وفي عندها طالبات يشاهدوا كيفية صناعة هذه الأداة، وبالتالي هذا يكون في نوع من التفاعل مثل ما ذكر زميلي الأستاذ خالد، على أساس أنه بالفعل نقدم شيء ملموس، شيء واقعي يتعرفوا عليه أبنائنا الحين وأخواننا الحين في هذا العصر المتقدم والعصر المزدهر ما شاء الله. شيء طيب. بالإضافة إلى هذا عندنا ركن خاص بجمعية المرأة العمانية في مسقط، وكذلك نساء سداب عرضوا مجموعة من الأشياء التي قامت المرأة العمانية بالعمل بها، بالإضافة إلى ركن الخياطة فيها العديد من الأصناف طبعا في الخياطة، خياطة تتريس الكمة بداية وبعدين تنجيم الكمة سواء كان بنص مريرة أو بمريرة كاملة، بالإضافة إلى خياطة الدداشة العمانية، التصدير، تفريخ الوقاية نسميها، بالإضافة إلى تهديب الوزرة الخاصة باللبس الخاص للرجال، إضافة إلى ذلك الركن الخاص بالعروس وكل مراحل العرس العماني ابتداء من حد المهر وتسليم العملة القديمة. تابع الزفة قبل قليل. أيوة بالضبط. وهم يقدموا هذه المهر بالقرش العماني القديم بنفس الطقوس وبنفس العادات اللي كانت سابقا معمول بها. نعم. بعد ذلك حنة العروس، وطبعا له نفس الشيء طقوسه، وان شاء الله راح ينقل الاحداث نقل تقريبا احداث، واكيد هناك ايضا احداث راح بالضبط لزفة المعرس وكذلك لزفة العروس، بالإضافة إلى عندنا ركن ثلاثة أركان أخرى إلى دكان الحارة وما يحتوي من منتجات جدا قديمة، حتى يعني يتساءل الأطفال إن هم ما كانوا يشوفوا أو الأشياء اللي الحين بعيدة تماما عن الأشياء القديمة، بالإضافة إلى ركن خاص بالحلوى، وعندهم في أو موجود في ولاية مسقط دكان أو حلوى درويش ما شاء الله يعني خلاص معروف ومشهور، وبالإضافة إلى آخر ركن كان ركن صناعة البخور وبيع البخور، وطبعا هذا كان في نوع من التفاعل أيضا من خلال أن الطالبات نفس الشيء يتعلموا صنعة البخور وكيفية يعني تقديمها. ما شاء الله أركان ثرية من خلال أكيد. مشاركة المرأة. صحيح. بالإضافة إلى هذا أن في طوية خاصة يعني تقوم المرأة بعملية السقي منها، وفي أمهات يأخذون الماء على في الهندوة ويمشوا بها، بالإضافة إلى ضمرة الحطب اللي يشيلوها على الرأس ويتمر بها، هذه يعني لفتة للأجيال الحين إن كيف كانوا أمهاتنا سابقا ومدى العناء الذي كانوا يعني يتسبب أكيد. على أساس أكيد. إن هم بس يقدمونا وجبة. مشاركتكم واضحة أستاذة سامية، وجود المرأة والعنصر النسائي أيضا الأطفال لهم دور كبير. أرجع لك مرة أخرى في سؤال أخير وبإجابة مختصرة، وعجبت أيضا بالفكرة الإبداعية في جانب الإخراج. نعم. لكن سبقت هذه الفكرة أيضا تواصل مع أكيد عضو مجلس الشورى، أعضاء مجلس البلدي، الجمعيات، التنسيق المسبق قبل بدء هذه المسابقة أو اليوم مشاركتكم كيف كان، وأهم الأركان لو نعطي لمحة بسيطة عن المشاركين فيها. والله أستاذ حفيظ أنا أبدأ حيثما انتهيت، يعني بالنسبة للأركان الأستاذة سامية تحدثت عن الركن النسائي وعن المعرض، هناك قرية زراعية متكاملة. نعم. يعني اصطحبنا القرية الزراعية اليوم إلى العامرات، بما أن العامرات جزء منها أيضا زراعي، الأبناء اليوم يزرعون. احنا اشترطنا على اللجنة المنظمة بأن الفسائل النخل هذا الصرم بالعماني لنا إن شاء الله بإذن الله. نعم 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 نزرع نحن اليوم. نعم يعني احنا ندخل هنا لنترك بصمة في كل مكان. الركن الزراعي ثري سواء بالزراعة أو بتدوير المنتجات الزراعية، نوع من تدوير المنتجات الزراعية. الأستاذ حفيظ يعني في حرج إن تطرقت لجميع الأركان لن أنتهي بصراحة، ولكن أمر عليه المرور الكرام من باب تدوير المنتجات الزراعية، المطعم الذي يوضع فيه المأكولات للحيوانات منتج زراعي ثم يقدم فيه للحيوانات، الإضافة الجديدة
بأن لعبة الميزان التفاعلية هي من جذوع النخيل. إذن رسالة أيضا هنا بالاستفادة من هذه البيئات. البيئة لا تقتصر على النظرة الأولى ولكن أيضا على ما ينتج منها. أيضا أدخلت مفاهيم علمية من خلال مشاركتكم. إحنا أكيد رح نترك أن الكاميرات تتحدث فيما بعد لأن زملائنا خارج الأستوديو وهم ينقلوا لنا متواجدون هناك في الركن الخاص بولاية مسقط. لذلك إحنا نشكر تواجدكم معنا. تحدثنا عن تفاصيل عديدة ولكن أيضا راح ندع الكاميرا تتحدث. شكرا لك الأستاذ خالد بن مبارك العذالي مشرف ومخرج مشاركة ولاية مطرح. يعطيكم العافية. شكرا أستاذة. وأيضا الأستاذة سامية بنت محمد الحزامية مشرفة الركن النسائي والمتحف التراثي. يعطيكم العافية. جهد تشكرون عليه. شكرا جزيلا لكم. شكرا على الإضافة. نتمنى أننا يعني أضفنا شيء جديد اليوم إن شاء الله. إضافة ولاية مسقط من خلالها. كل التوفيق لكم أحسنتم. إذن مشاهدينا الأحبة في هذه اللحظة ننتقل بالصوت والصورة وتفاصيل أوفى عن المكان ومشاركة ولاية مسقط مع الزميل محمد المهري. عودة أخرى محمد. مساء الخير حفيظ. ورجعنا لكم أيضا المشاهدين الكرام مرة أخرى. لازلنا في هذه الدهاليز هذه الزوايا نتحدث اليوم عن مشاركة ولاية مسقط. مسقط والبحر هذا الارتباط الثري هذا الارتباط الذي ارتبط بهذه الذاكرة العمانية الذاكرة العمانية في البحر. اليوم نتعرف على هذه الزاوية من خلال مشاركة ولاية مسقط في جانب البيئة البحرية. وللحديث عن هذا الموضوع يسر أن يكون ضيفي الشيخ محمد بن حميد الغابشي نائب والي مسقط. شيخ محمد بداية نقول لك مساء الخير ومساء الخير ونرحب فيك في هلا مسقط. مساء النور وحياكم الله مع البيئة البحرية لولاية مسقط. حياكم الله. الشيخ محمد اليوم نرتبط بالبحر كعمانيين. مسقط بالذات لها هذا الارتباط أيضا الخاص بالبحر. مشاركتكم في البيئة البحرية ماذا تجسد أيضا ودلالات هذه المشاركة فيما يتعلق بارتباط مسقط بالبحر؟ ما أستطيع قوله في هذا السياق المرتبط بالبيئة البحرية أن ارتباط العماني بالبحر هو ارتباط وجداني وعميق ووثيق الصلة بكل ما يتعلق بهذه التفاصيل المتعلقة بالبيئة البحرية. فنحن نشاهد العماني بحكم الموقع الجغرافي لسلطنة عمان الممتد من سندم إلى ظفار. هذا يعني يؤدي أو يعطينا ذلك الانطباع بأن العماني له الارتباط وثيق فطري لا يمكن أن يفصل نفسه عن هذا النوع من الارتباط. طيب اليوم أيضا البيئة البحرية ما لاحظته هناك تنوع أيضا في المشاركة كبارا وصغارا وكأنه هناك رسالة تعاقب ورسالة تبادل أدوار فيما يتعلق بهذا الموروث. اليوم معكم أيضا شباب يشاركون من خلال البيئة البحرية. واحدة من ضمن أهداف المشاركة هو إحداث عملية تفاعل بين الأجيال بين كبار السن وبين صغار السن. هذا الموروث الزاخر الذي تزخر به عمان لابد من نقله إلى هذه الأجيال كي يبقى وكي يكون حاضرا في مثل هذه المشاهد وفي مثل هذه المواقف. وبالتالي هناك مشاركة لما يقرب من 150 من صغار السن في مختلف البيئات سواء منها البحرية أو الزراعية أو غيرها من البيئات. فبالتالي هناك تفاعل وتناغم ما بين كبار السن وصغار السن على مستوى كل التفاصيل المتعلقة. إذا جئنا هنا إلى البيئة البحرية سنجد مثلا أن هناك ارتباط بالمهنة البحرية بالأعمال المتعلقة بصيد الأسماك. هناك نقل تلك المعلومات تلك الموروثات إلى صغار السن. أكيد. إذن الشيخ محمد اليوم أنا أحس أنه مشاركتكم فيها كثير أيضا من هذا الارتباط. والجميل إنه مسقط بالذات هذا الامتداد أيضا نتحدث عن مسقط زداب أيضا هذا التنوع الجغرافي الجميل أيضا حتى فيما يتعلق بالمساحة السياحية بندر الخيران يتي حنشفت بداية إلى السيفة. هذه المواقع جميعها ربما اليوم انصهرت أيضا في هذه المشاركة. نعم وهذا ملاحظ من خلال المشاركة وحرص الأهالي على أن يكون لهم وجود وحضور في هذه المشاركة وفي هذا المهرجان. وحقيقة المهرجان وفر فرصة لهم كي يظهروا ما عندهم من مكنونات ومن تراث وأشياء مستمتعين. جميل جدا وخاصة هذا المشهد يعني يعيد لنا الذاكرة العمانية التاريخية بكل جمالياتها. أكيد. وهم اليوم أيضا يعملون أيضا في يعني يسموها في كثير من الأماكن
يعني ربما هي شباك لكنها يعني تنتقل من مكان إلى مكان بمسميات مختلفة. نعم هذا شيء صحيح، وبالتالي نجد أن هناك يعني إظهار لهذا العمل للجمهور. نحن لربما كمستهلكين نرى يعني الأسماك يعني في الأسواق، وراء هذه المهنة يعني أعمال جسام يقوم بها كثير من الصيادين. إذا مع هذه الحرفة الجميلة أيضا وحياكة هذه الشباك للصيد، نتمنى لكم أكيد كل التوفيق، وشكرا أيضا أن شاركتم اليوم من خلال بيئة بحرية تعنى بكثير من المفردات البحرية، ونتحدث عن مسقط، هذه الدلالة الإسمية الجميلة لمسمى الولاية، ثم هذا الهرم لمحافظة مسقط، ثم هرم العاصمة مسقط التي تحملكم أكيد مسؤولية المشاركة اليوم. لا شك أن مسقط هي العاصمة وهي مركز الحكم، وبالتالي هذا حملنا مسؤولية كبيرة في أن نظهر بالصورة اللائقة والمطلوبة. شكرا شيخ محمد بن حميد الغابش نائب والمسقط، نتمنى لكم دائما كل التوفيق في هذه المشاركة ومشاركات أخرى، ونتمنى لولاية مسقط على مستوى أيضا المشاركة التنافسية في مهرجان مسقط كل التوفيق. شكرا لكم. إذا مشاهدي الكرام ربما أخذناكم هكذا في هذا السياق، في هذا الارتباط البحري الزاخر بكثير من الموروثات، بكثير من المعاني التي خلدت أكيد في التاريخ من خلال كل ما كتب كل ما نشر، وأيضا في السياقات المختلفة لارتباط مسقط والبحر. هكذا كنا معكم في هذه الزاوية، لازلنا معكم في ألا مسقط ومساءات العامرة في هذا الشتاء. مشاهدينا السلام عليكم، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم، وهذه عناوين التاسعة مساء. وزارة الداخلية تحدد عدد ممثلي ولايات السلطنة في مجلس الشورى للفترة التاسعة. الهيئة العامة لسوق المال تنشئ أول صندوق استثمار عقاري برأس مال يقدر بعشرين مليون ريال عماني. وزارة النقل والاتصالات توقع اتفاقية لإقامة محطات وقود مؤقتة على طريق الباطنة السريع. قتلى وجرحى بينهم مدنيون وجنود أمريكيون جراء تفجير انتحاري بمدينة منبج شمال سوريا. مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع على نشر مراقبين في مدينة الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات أطراف النزاع. إخفاق محادثات بين أمريكا وروسيا بشأن معاهدة نووية، وواشنطن تستعد للانسحاب. عناوين التاسعة انتهت، شكرا لكم ونلتقيكم بعد أقل من ساعة من الآن، إلى اللقاء. فرصتك للفوز في هلا مسقط يوميا بمبلغ 100 ريال عماني لفائز واحد.
وآخر الأسبوع معنا ثلاثة فائزين، لكل واحد 500 ريال عماني، ومبلغ 1500 ريال عماني لفائز واحد في آخر حلقاتنا. فقط أرسل كلمة هلا مسقط على هذه الأرقام. عودة لكم مشاهدينا، وهذه العدسات تنقلنا من هنا وهناك في مختلف أركان متنزه العامرات وأيضا النسيم. قبل قليل كنا مع الزميل محمد المهري تحدث عن جانب مختلف في مشاركة ولاية مسقط، ولكن يا حفيظ هالمرة إلى أين سنذهب؟ أكيد هذه المشاركة الجميلة تعطينا حكاية تراثية علاوة على تقديم الفنون العمانية المغناة. كل هذه المفردات وكأنها تقول لمن حضر هذا المهرجان لا تبرح هذا المكان الجميل واستمتع بكل تفاصيل هذا المهرجان. مشاركة طيبة. والآن إلى الزميلة تاج نور البلوشي هناك في زاوية في متنزه العامرات. حياك الله تاجي، هلا فيك. إذن نتواصل معكم مشاهدينا الكرام ونحن ننقل هذه الألوان الجميلة التي خلنا نقول تطلقها ولاية مسقط. وخلنا نقول كذا لما نتكلم عن هوية أي منطقة، عن هوية أي ولاية، عن أي محافظة، عن أي دولة، عن أي منطقة أخرى، لما نتحدث عن الهوية أكيد نحن نشمل الثقافة، اللغة، الديانة، العادات والتقاليد وغيرها. وربما تكون أيضا المأكولات الشعبية اللي تتواجد في المنطقة أيضا تعبر عن هوية هذه المنطقة، تعبر عن طبيعتها، هل هي ساحلية، جبلية، سهلية وغيرها من هذه الأشياء. اليوم أنا أتواجد هنا في ولاية مسقط، خلنا نقول، وفي قسم المأكولات الشعبية، ومعي أيضا الأخت هيام بنت يونس الزجالية تحدثنا أكثر عن هذه المأكولات وعن هذا القسم بالتحديد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حبيبتي، كيف أنتي؟ الحمد لله. نحن اليوم نتواجد هنا ونتكلم عن المأكولات الشعبية، مثل ما لاحظت عندك المضروبة والعرسية وغيرها من المأكولات الشعبية. حلو أن هذه المأكولات الشعبية القديمة لا زالت إلى الآن نحن نطبخها، وخلنا نقول كل يوم ناكلها من حياتنا اليومية. أكيد احنا ترى تعلمناها من وين؟ من أمهاتنا، من جداتنا يعني، والحمد لله الفضل كله يرجع لهم هم يعني. واحنا علينا الواجب ان نعلم بناتنا الحين على اساس ان هذا الاكلات ما تروح يعني منا، وتكون دائما يعني متواجده. وحتى الحمد لله يعني احنا من اكلاتنا هذه متواجده في كل مكان يعني، الحمد لله. الحلو ان نحن خلينا نقول مأكولات العمانية ما دائما يعني بس نخليها للمناسبات، هي بشكل يومي من الحياة العامة، بشكل يومي هي حاضرة في كل بيت يتواجد على أرض السلطنة، وعلى التحديد خلينا نقول في ولاية مسقط. أكيد ترى هذه الأكلات كل يوم متواجدة معانا بصراحة يعني دون استثناء. خلنا نقول على تنوع الثقافة اللي موجودة في ولاية مسقط، يعني مثلا هنا عندنا الأخت لابسة زي عماني، أنت ترتدي أيضا زي البلوشي أو الزجالي نفس ما أنا وزينب أيضا لابسين. حلو التنوع هذا الفكري والثقافي أيضا حاضر، أو خلنا نقول اندمج أو تمازج مع المأكولات العمانية. ما شاء الله حتى احنا مأكولاتنا مثل البرياني، مثل الصالونة، يعني إذا أنت تروحي مثل الهند أو أي دولة ثانية تحصليها يعني موجودة، حتى العرسية والهريسة الحين، حتى يعني الأكلات الثانية متواجدة ما شاء الله يعني. خلنا نقول نرجح هذا السبب إلى أن طبيعة ولاية مسقط أنها منطقة ساحلية، وبسبب أيضا تبادل التجاري والثقافي اللي كان يصير في السابق، الرحلات اللي كان خلنا نقول أنه خذ يروح فيها أكيد ينقل فيها ثقافة، وأيضا نتناقل أو نكتسب ثقافات أخرى جاية من الخارج. أكيد ترى هذا شيء معروف يعني، كان تبادل تجاري بين كل الدول يعني ما بيننا إحنا والدول الأخرى الأفريقية وكل مكان يعني، والحمد لله أخذنا إحنا أخذنا منهم وهم أخذوا منا يعني، وكل شيء يعني صار متنوع وكل شيء يعني كان متبادل الحمد لله يا رب. يعني خلنا نقول صار مزج بين أيوة مزجنا ما بين الدول كلها، وأخذوا هم منا وإحنا أعطيناهم الحمد لله.
أكيد. يمكن هذه خلنا نقول ميزة المناطق الساحلية اللي تتواجد في السلطنة، فيها تنوع وثراء، أيضا هناك تبادل أو خلنا نقول مزج ثقافي وحضاري وفكري بين هذه المناطق بسبب طبيعة أيضا ولاية مسقط التجارية الساحلية، لأنها كانت تعد من أهم المراكز التجارية في سلطنة عمان. ولاية مسقط تتواجد أينما حللتم هنا في متنزه العامرات، تجدون في كل ركن أيضا أشياء مميزة تميز ولاية مسقط عن غيرها. إذن خلونا معكم مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الأستوديو. مشاهدينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل الخير في برنامج هلا مسقط من متنزه العامرات، ننقل لكم مناشط وفعاليات مهرجان مسقط 2019. أنا اليوم متواجد في المعرض الاستهلاك الدولي، راح نتعرف على هذا المعرض أكثر، ابقوا معنا. يعد المعرض التجاري بمتنزه العامرات فرصة سانحة وذهبية لأصحاب المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للترويج وتنمية مشاريعهم من خلال عرض خدماتهم ومنتجاتهم، حيث يأتي هذا المعرض استكمالاً لجهود اللجنة المنظمة لمهرجان مسقط لعام 2019. من جهة أخرى فإن هذا المعرض يعد نقطة دعم هامة لأصحاب هذه المشاريع بما يعود عليهم من فائدة جمة. يتضمن المعرض التجاري المصاحب لمهرجان مسقط لعام 2019 على العديد من المعروضات كالملابس والإكسسوارات وأصناف متنوعة من المأكولات والعديد من الكماليات التي تناسب الزائر الكريم. هكذا مشاهدينا الكرام كنا اليوم في المعرض الاستهلاك الدولي، واللي ما زار المعرض لازم يزوره. إن شاء الله بكرة راح نلتقيكم في ركن آخر من أركان المهرجان. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، وشكر موصول لزميل إدريس في زيارة للمعرض الاستهلاكي هناك في متنزه النسيم. أشاهد الكثافة في الخارج، وكنت أتوقع أنها تكون مع عطلة نهاية الأسبوع هذه الزحمة من الزوار، لكن اليوم بما أنها مشاركة الولاية هنا بدأ الكل يتوافد إلى المكان ليستمتع بهذا العرض المميز. ونذكر مرة أخرى بعرض الغد على مسرح المدينة بحديقة القرمة الطبيعية، هناك عرض مسرحي بعنوان العيال رجعت وغيرها من العروض المسرحية خلال الأيام المقبلة، علاوة وفضلا عن بعض الفعاليات الرياضية وفي الجانب الفكري والأدوي. تنوع ثراء خيارات متعددة للزائر.
وأكيد يا حفيظ لضمان استمرارية هذه الكثافة وهذا العدد الغفير من جمهور مهرجان مسقط في متنزه العامرات النسيم والعديد من المواقع المختلفة. وعلى ذكر المواقع المختلفة، تسعى أيضا اللجنة المنظمة لتقديم فعاليات متخصصة مختلفة. في هذه الوقفة سنتحدث عن هذه الفعاليات المتخصصة مشاهدينا، لذلك نرحب بالمهندسة ندى بنت عبد الرحيم الزجالية رئيسة لجنة الفعاليات التخصصية بمهرجان مسقط. أهلا وسهلا بك مهندسة، حياك الله. الله يحييك. أهلا بك أستاذة ندى، نستثمر وجودك ونستفيد من خلال هذا اللقاء بأبرز الفعاليات، ونذكر أيضا مرة أخرى المشاهد الكريم بما يقام من فعاليات تخصصية وأهمها في هذا المهرجان. أول شيء حييكم وحيي الجمهور. جدولنا إن شاء الله بالنسبة للفعاليات المتخصصة هذه السنة جدول ما شاء الله متنوع، يعني حاولنا نختار مجموعة مسرحيات محلية وخارجية، فوقع الاختيار على 3 مسرحيات اللي منها المسرحية العمانية صلبوخ وعائلته الكريمة للفنان فيصل العامري، وراح تتواجد معنا الفنانة زهر عرفات وأيضا الفنانة ميس كمر اللي من دولة الكويت طبعا بعض الفنانين وبعضهم من البحرين ومن سلطنة عمان. وهذه المسرحية إن شاء الله راح تقام على مسرح المدينة بتاريخ 22 و23 لمدة 2 يوم. أيضا مسرحية العيال رجعت طبعا مثل ما ذكر الأخ حفيظ. طبعا التقيت بالفنانين يوم أمس، وكان في ما شاء الله حسب ما عرفت إنه في توضيح كامل للبرنامج. وعندنا مسرحية الخفافيش للفنانة فرح الهادي والفنان عقيل، وما شاء الله معروفين في السوشيال ميديا. نعم. وعندهم جمهور وقاعدة جماهيرية قوية كبيرة. يعني فعلا. أيوة، والحمد لله يعني نشوف إقبال جيد أيضا هالسنة على المسرحيات بالنسبة للجمهور، شكل الجمهور حاب إنه يكون في تغيير من هذا النوع، وأيضا التنوع اللي حصل إنه من جمهورية مصر وبعض الدول ومن سلطنة عمان، فهذا التنوع يمكن عامل الجذب بالنسبة للجمهور. نعم. وعندنا حفلة للجالية المصرية وإن شاء الله راح تكون على تاريخ 8 فبراير. نعم. على مسرح المدينة الفنان أحمد شيبة، ما شاء الله أيضا الفنان أحمد شيبة عنده قاعدة جماهيرية قوية شعبية كبيرة، فعلا كبيرة جدا، يعني حتى احنا ما توقعنا وتفاجئنا بالعدد، 25 مليون متابع، فكان يعني عدد كبير. الحمد لله الاختيار يعني وقع على هذا الفنان، وحاليا نشوف تسويق جيد للعمل هذا. وأيضا في عندنا بعض الفعاليات مثل بعض الحفلات للجاليات، الحمد لله تم في الاتفاق مع فنانين من جمهورية الهند، راح يكون في تواجد جماهيري كبير في مجمع بوشهر الرياضي بحضور الفنانين بالنفس، وأبرزهم الممثل الهندي سهيل خان أخو الفنان سلمان خان. نعم. وطبعا الجمهور أكيد بيفهم ويعرف إحنا في تواصل قوي بين الشعب العماني وجمهورية الهند، وما شاء الله عندهم جمهور أيضا غفير، ومن الآن بادين يسألوا عن الفعالية وين تقام ومن اللي بيحضر. وفي حفل أيضا للجالية الهندية بس من الشمال وبتقام على مسرح المدينة تاريخ 25 بإذن الله. وعندنا الأهم الحدث المهم بالنسبة لفعالياتنا هذه السنة هو تدشين الفيلم السينمائي العماني الهندي، والفيلم هذا إن شاء الله راح ينطلق من انطلاقته الأولى من ضمن فعاليات مهرجان مسقط 2019. روائي طويل؟ فيلم روائي فيه ممثلين ونجوم الهند، معنا النجم طالب محمد البلوشي، وعندنا أيضا الفنان علي العامري وبعض الوجوه الجديدة بالإضافة إلى الممثلين اللي من جمهورية الهند. نعم. متى راح يكون التدشين؟ التدشين راح يكون في تاريخ 5 فبراير بإذن الله، وأتمنى دعمكم طبعا ودعم الجمهور، لأن صراحة هذا الحدث بالنسبة لإحنا كسلطنة عمان وتواصل جيد بالنسبة بيننا وبين جمهورية الهند، فحلو أنه ينبرز من خلال المهرجان، وشيء مهم أنه هو انطلاقته راح يكون من ضمن فعاليات مهرجان مسقط. هذه من أهم الفعاليات اللي إن شاء الله راح تكون معنا ضمن جدول الفعاليات المتخصصة هذا العام. وماذا عن عروض الأزياء؟
عفوا ما اقول نسيت عشان لا يزعلوا علي، لكن في طبعا عندنا عروض ازياء بمشاركه عدد كبير من المصممين والمصممات من خارج وداخل السلطنه، راح تقام على مسرح قصر البستان ان شاء الله بتاريخ 31 يناير و1 فبراير لمده يومين، وان شاء الله راح يكون في تدشين كتاب السنوي لصاحبات الاعمال المشاريع المتوسطه والصغيره وبعض الفنانين اللي من خارج المسقط، وراح يكون بحضور بعض المذيعين والاعلاميين وجمهور السوشيال ميديا ان شاء الله، وابرزهم طبعا حب اذكر الفنانه والاعلاميه لوجين عمران ان شاء الله راح تتواجد في هذا الحدث. ما شاء الله حلو. ونتمنى ايضا وجود الفنانين والاعلاميين العمانيين في هذا الحدث المهم. جميل. اكيد راح يكونوا حاضرين. أكيد. إن شاء الله. هل يعني قدمت لهم دعوه؟ كيف جاء ايضا اختيار بعض الفعاليات اللي ذكرتيها وتفضلتي باسماء عدد من الفعاليات، كيف انا جاء اختياركم لجمله باقه منوعه من العروض خلال الايام المقبله وبعضها تم؟ حقيقه البلديه طبعا وبشكل عام اللجنه المنظمه للمهرجان تقوم بالاعلان عن فتح باب قبول الأفكار والفعاليات ضمن إعلان عام، يطرح هذا الإعلان في الجرائد والصحف المحلية، والحمد لله جاتنا يعني كمية من الأفكار وكثير من العروض اللي تم اختيار البعض منها، وتم طبعا أول شيء الاختيار لازم يكون فيه هناك عنصر التميز، لازم يكون العمل متميز، لازم يكون في وجوه جديدة، وجوه يتقبلها الجمهور، أسماء لها مكانتها في المجتمع، أسماء لها تاريخها، وأيضا مثلا يعني حسب ما تفضلت قلت لي بعض الإعلاميين وكذا كيف يتم اختيارهم، طبعا هذا الإعلاميين متميزين جدا، ولما لمجرد ما نذكر البعض يتم الموافقة عليه لا شعوريا يعني. أكيد أكيد. وجهت لهم دعوات. أكيد أيوة. ولبوا الدعوات بالموافقة. أكيد الحمد لله. الملاحظ أن الكل حاب يشارك ضمن فعاليات مهرجان مسقط سواء كان من داخل أو من خارج السلطنة، والأهم من هذا أن البعض أصبح الآن يحب المشاركة لمجرد اسم مهرجان مسقط. صحيح. ليس لمقابل صحيح. أي شيء، وأنا فعلا. من هالمنطلق أشكرك أولا الأخ حفيظ. على اساس انت تعتبر من واحد من افراد منظمين مهرجان مسقط كسفير لفعاليات مهرجان مسقط، والمجموعه اللي معاك الاخت ولاء الكريمي، الاخت مرفات، والمجموعه والاخ احمد البلوشي اللي ما قصرتوا، بارك الله فيك استاذ، وكنتوا من سفراء المهرجان هذا العام. دورنا يعطيك العافيه. شكرا لك. الله يعافيك. انا سعيد جدا شكراً. وشكر ايضا موصول لزملائكم في اللجنه المنظمه، وهذا البرنامج ايضا اكيد هو سفير لهذا أكيد المهرجان وواجهه المهرجان خارج السلطنه. شاكرين لكم هذا التنظيم وهذا ايضا الاختيار الموفق لهذه الباقه الجميله من الفعاليات. يعطيكم الف عافيه ومشكورين على المجهود والتعب اللي تقوموا به. شكرا لك فاضل المهندسه ندى بنت عبد الرحيم الزجاليه رئيسه لجنه الفعاليات التخصصيه بمهرجان مسقط. إذن مشاهدينا المهرجان يحتوي على مضامين عديدة وأوجه وأبعاد أيضا عدة، الفعاليات التخصصية تعرفنا عليها وأكيد في قادم الأوقات سنتعرف على تفاصيلها أكثر، ولكن ننتقل إلى جانب آخر هناك في متنزه النسيم مع الزميل أحمد المعمري. أهلا وسهلا بك من جديد يا أحمد. أهلا وسهلا بكم جميعا وعودة لكم مشاهدينا الكرام من هنا من متنزه النسيم. كما ذكروا زملائنا هناك تنوع جميل ورائع في هذا المهرجان، تنوع وثراء ثقافي وترفيهي سياحي عائلي أسري من مختلف الجوانب. احنا هنا في متنزه النسيم ايضا معانا مجموعه من الفقرات، مجموعه من الفعاليات الجميله والرائعه المميزه اللي فعلا يعني نحظى بتجدد فيها خلال المهرجان من عام الى اخر. هذه السنه في اضافه جميله، ايضا اضافه مميزه تثري الجانب الثقافي والترفيهي والفكري ايضا. احنا يعني في كثير من المشاهدين، كثير من الناس جربوا السينما في صالات مغلقه، ولكن هنا في مهرجان مسقط في متنزه النسيم على الهواء الطلق والنسايم الجميلة، الأجواء المعتدلة، هناك في سينما على الهواء الطلق. هذه السينما اللي تم تدشينها لأول مرة في سلطنة عمان أيضا في متنزه النسيم وفي مهرجان مسقط موجودة وحاضرة هنا في متنزه النسيم. نتحدث ونتحاور مع ضيفنا أحد الشباب الرائدين في الشباب الطموحين أيضا في ريادة الأعمال، هلال بن علي السليماني مدير التسويق والفعاليات بلونار سينما، وأيضا المسؤول عن السينما في الهواء الطلق الجميلة والرائعة. مساء الخير.
بداية قبل أن يبدأ في السينما الخارجية خلينا نعطي نبذة للمشاهد الكريم عن لونار سينما. لونار سينما هي مثل ما ذكرت مؤسسة عمانية بإدارة عمانية واقتتحت قبل قرابة السنة ونصف. أول أفرعها كانت في المركز العريمي. نعم. من أهم الأساسيات والقيم اللي نمشي عليها في لونار سينما هي الابتكار والريادة. لما جينا للسلطنة ورجينا ندخل لقطاع الترفيهي اللي هو السينما وقلنا عندنا منافسين، والمنافسة طبعا مشروعة، لكن أنت لما تدخل السوق بشيء لازم تعطي حاجة جديدة. لونار مثل ما ذكرت من قيمها هو الابتكار والتطوير، فلما دخلنا للسوق سوق السينما افتتحنا لونار سينما بغرف خاصة. يا سلام. نعم، المتعارف عليه بأنه المشاهد يروح إلى السينما ويحجز المقعد. نعم. في لونار سينما لا، أنت تجي وتحجز لك قاعة كاملة متكاملة فيها خصوصية وفيها نوع من الرفاهية والترفيه، في المقاعد، في نوعية الأكل، وفي أشياء كثيرة ممكن أنها. هذه أفكاركم طبعاً. هذه أفكاركم. بالفعل. ذكرت إن الإدارة قبل ما نطلع عنها هي إدارة عمانية بحتة للونار. بالضبط، هي إدارة عمانية مثل ما ذكرت. ما غفلنا عن جانب السينما العادية واللي هي الكلاسيك، بأنه لأن لما تفتح حاجة جديدة لازم تراعي كل الزبائن اللي يجوا. فعندنا جانب السينما العادية واللي نسميه الكلاسيك، وجانب كذلك اللي هو الفي آي بيز اللي هي الغرف الخاصة. هذا أول أفرعنا كان في العريمي. بعد انتقلنا إلى بركة وافتتحنا فرعنا الثاني في بركة في مارس، مجمع مارس. مثل ما ذكرت نرجع إلى قيمنا الأولى اللي هي التطوير. لما فتحنا فرعنا الثاني أضفنا حاجة جديدة ونسميها اللي هي غرف البلاتينيوم أو قاعات البلاتينيوم بجانب اللي هي الكلاسيك. فالبلاتينيوم هي فيها نوع من الخصوصية ولكن بجانب أقل. فالقاعة هذه أو الكراسي ثنائية بدلا تكون مفردة، فتتيح بعض الخصوصية لشخصين يجلسوا مع بعض عائلية مثل ما نقول يعني. هذا هو الفرع الثاني. نشتغل على فرع الثالث راح يكون إن شاء الله في الموزن مول، وكذلك راح يكون يحتوي الجانبين. نرجع نعود إلى فكرتنا هنا في متنزه النسيم، السينما على الهواء الطلق. هذه الفكرة الجميلة والرائعة، وأيضا مع الأجواء الشتوية المعتدلة اللي نعيشها الحين هنا في متنزه النسيم، كيف جاءت هذه الفكرة وأيضا الميزات اللي تتميز فيها؟ مثل ما ذكرت انت قبل شوية بأنه دائما الزوار المهرجان يسألوا إيش الجديد في مهرجان مسقط. قلنا انه دائما او خلينا نقول هي متنفس دائم الزوار ينتظروا هذا او الحدث السنوي اللي دائما ينتظروا. فقلنا نحن نضيف حاجه جديده للمهرجان باضافه السينما الخارجيه، بنفس الوقت ننقل المشاهد الكريم من القاعات المغلقه الى قاعات خارجيه في المهرجان هذا. وطبعا ارتئينا بانه يكون في معانا في حديقه النسيم، تم التنسيق مع الجهات المعنيه واخذنا كل الرخص، والحمد لله رب العالمين كان الموضع استحسان وقبول من الجهات المعنية وفتحنا في النسيم هذا. مثل ما ذكرت هي سينما على الهواء الطلق، ولكن أنت تعيش كامل أجواء السينما. السينما الحقيقية. السينما الحقيقية بالضبط، موفرين لك اللي هي المأكولات من فشار بأنواعه، الوجبات، المشروبات اللي تخدم وتواجد في السينما الداخلية كذلك موجودة معنا هنا، وبنفس جودة السينما الداخلية. السينما اللي معنا السينما الخارجية تقريبا تحتوي معنا على 200 مقعد، وفيها كذلك الجانبين، النوع اللي هو العادي والنوع كذلك الفي اي بيز نسميهم. نعم. مع اختلاف بسيط في الاسعار. نعم. ايضا نتحدث عن كيف سيطرتوا على مساله الاصوات وتداخل الاصوات بينكم، وانكم قدرتوا ان فعلا يعني الواحد يعيش الحدث داخل هذه السينما وكانه فعلا في سينما يعني مغلقه ولكن في اجواء طلقه. نعم. طبعا كانت هي من ضمن التحديات اللي كان ممكن تواجهنا، ولكن الحمد لله ربنا تغلبنا عليها بالتقنيه المستخدمه معنا في نظام صوتي متخصص للسينما الخارجيه. انت داخل السينما الخارجيه هذه ما تحس نفسك وانك كانك داخل المهرجان الاساسي يعني. جميل. بسبب النظام الصوتي المستخدم معنا في السينما الخارجيه. والرائع ايضا يعني موقعها اللي موجود بجانب البحيره في متنزه النسيم، فهذا يعطيها جانب جمالي ايضا يعني. بالضبط. موقع ممتاز جدا. بالضبط. ايضا نتحدث عن اوقات العروض اللي موجوده معاكم هنا في السينما. في طبعا بما انها اوتدور سينما وسينما خارجيه راح يكون عندنا عوامل مؤثره مثل الشمس، الاضاءه وغير هذه الاشياء. فنبدا على الساعه 6 اول عروضنا، وعرضنا الثاني يكون بعد عرض الالعاب الناريه على الساعه 8:35 تقريبا. قبل ما نختم كذا سؤال اخير، بكونكم انتم شباب عمانيين رائدين لكم افكار جميله ومتجدده ايضا، ودخلتوا مجال السينما بفكر
متجدد، ما هي خططكم المستقبليه ان شاء الله من خلال هذه السينما الخارجيه على الهواء الطلق؟ السينما الخارجيه راح تكون هذا والمهرجان هو محطتها الاولى. في عندنا خطه مستقبليه بانها تنتقل معنا ان شاء الله الى ولايه نزوه، وبعدها ان شاء الله راح ننتقل فيها الى صلاله وفي اجواء الخريف باذن الله. باذن الله نتمنى لكم كل التوفيق لال على هذه الوقفه الجميله والرائعه، وايضا على افكاركم المتجدده والمتنوعه دائما. شكرا جزيلا. احسنت. كل التحيه لك ولزملائك ايضا طاقم العمل اللي موجود معك، وذكرتهم ان هم طاقم شباب عمانيين فعلا لهم افكارهم، وتعرفنا من خلالهم مشاهدينا الكرام على السينما الخارجيه في الهواء الطلق المتواجده هنا في متنزه النسيم، ودعوه ايضا للمشاهدين وللزملاء هناك بالعامرات لزياره هذه السينما والاستمتاع بالعروض في اجواء شتويه معتدله ورائعه. إذن نتواصل بفرح هنا من متنزه العامرات، وأيضا بفرح ننقل هذه الألوان الجميلة التي تطلقها ولاية مسقط. اليوم نتحدث عن مسقط، ومن زاوية أخرى أيضا نتحدث عن الجمعيات، أو خلنا نقول جمعية المرأة العمانية، وخلنا نقول هي الحاضن الرئيسي والأول للمرأة العمانية داخل الولاية. معي الآن من هذا الركن الفاضلة رحمة بنت سالم التمتمي، وهي عضوة إدارية بجمعية المرأة العمانية بمسقط فرع سداب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيك، سعيدين أيضا بتواجدك معنا في هذا اللقاء. أنا أسعد وشرفتوني وما قصرتوا أنكم جيتوا تنورونا وتشوفوا الأعمال الجميلة اللي تعملها نساء الولاية، وكل عضوة مشاركة معنا في الجمعية اليوم أبرزت أعمال جميلة ما شاء الله، والإقبال كان جدا جميل على أساس أنه يعني يشوفوا المنتجات ويشيدوا عليها ما شاء الله. أكيد هذا واجبنا. خليني أتكلم مثل ما ذكرت في البداية بأنه دائما جمعيات المرأة العمانية هي الحاضن الأول والرئيسي لنساء هذه المنطقة. لاحظ في كل منطقة، بما أن ولاية مسقط خلنا نقول منطقة ساحلية جبلية فيها تنوع، أكيد مثل ما ذكرنا تنوع ثقافي وحضاري، وأكيد أنه راح نحصل مجموعة مختلفة ومتنوعة من الحرف اللي تمارسها النساء سواء كانوا كبيرات في السن أو صغيرات في السن. كيف خلنا نقول تستقطب جمعيات المرأة، وكيف تستقطب جمعية المرأة العمانية هذه النساء وتخليهم خلنا نقول تحت مظلة واحدة؟ بالنسبة للجمعية نحن شغالين على فئات مختلفة من النساء، منها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير. في عندنا نساء كبار في السن استقطبناهم في برنامج سميناه مجلس العصر، وهذا البرنامج إن شاء الله راح يكون ثقافي توعوي اجتماعي صحي. بنعمل به بعد نفس الشيء ورشات تشتغل عليها هذه النساء، سواء النساء من الفئة كبار السن أو من النساء المتوسطات اللي هن عبارة في سن العمل القادرات على أنهن ينتجن أكثر من هذه الفئة، وأيضا طالبات المدارس، أيضا النساء ربات البيوت المبتدئات في حياتهن الزوجية. من ناحية الجمعية شغالين على ورش كثيرة، من أهمها إعداد البخور، حياكة الكرشيه، السعفيات أيضا. خليني أنا بعد شوية ما أريد أفصل، ولكن أريد أذكر أكثر عن قلتي مجلس العصر. حلو هذا المزج بين الأصالة والمعاصرة، يعني إحنا نحتفظ بجلسة العصر للمرأة العمانية اللي دائما خلينا نقول هي متعودة تجلس مع جاراتها بالقهوة العمانية والمأكولات العمانية. حلو هذا المزج بين أن نحط يعني نحافظ أيضا على هذه العادات والتقاليد، ولكن نثري هذه الجلسة العصرية. كلميني شوية أكثر، لأني أنا كثير شدتني لما قلتي لي مجلس العصر أو جلسة العصرية. حلو أيضا هذا التنوع وهذه المحافظة على العادات والتقاليد، ولكن بأسلوب حضاري أكثر. هذا البرنامج دشناه نحن قبل أسبوعين تقريبا، وإن شاء الله الفكرة اللي هي أن نحن نبدأ نشتغل على هذه الفئات من النساء، نستقطبهن نخبرهم أن تعالوا معنا عندنا ورشة أو عندنا مثلا توعية من ناحية الصحية. ايضا البرنامج راح يشتغل ايضا على كبار السن، اكثر شيء مستهدفينهم في هذا المجلس. بالنسبه للورشات اللي راح نقيمها هي عباره عن ورشات تعليميه تثقيفيه اكثر شيء للجيل المعاصر اللي الحين عايشيننا،
كيفية استخدام الهواتف الإلكترونية والكمبيوترات، كيفية إن يعني الوضع الحالي في هذا الجيل كيف استخدم هذه الإلكترونيات، والجيل السابق اللي هو كبار السن ما عارفين شيء عنه. فهذا هنا نحن حاولنا يعني إن شاء الله أن نعد هذا البرنامج، أن نحن نعطيه فكرة كبيرة عن هذا الاستخدام الإلكترونيات لكبار السن. طيب يعني الفئات المشاركة في جلسة العصرية هي بس فقط خلنا نقول نساء كبيرات في السن أو الغير منتجات مثلا، ولا أيضا يضم طالبات المدارس الجامعيات خلنا نقول لي على مقاعد الدراسة وما زالوا أو تخرجوا أو غيره؟ لا هو أكيد يستهدف كل الفئات، ولكن بصفة كبيرة فئة كبار السن. أيضا أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، وعجبتني جدا المبادرة الجميلة من الجمعية. أتمنى إن شاء الله هذه المبادرة تواصل طريقها إن شاء الله في السنوات القادمة، وأيضا تحقق أكبر فائدة. شكرا لتواجدك معنا، وأتمنى لكم أيضا التوفيق هنا في مهرجان مسقط 2019. العفو، نترقى إن شاء الله المزيد من الجمهور على أساس أن يكتشفوا تراثيات وشعبيات وفنون ولاية مسقط. إذن مسقط ثرية بتنوع أفكارها، بتنوع ألوانها، باللوحات الجميلة التي ترسمها في كل مكان وفي كل زاوية من زوايا ولاية مسقط. عودة إلى الزملاء. يعطيك العافية تاج، أنا شاكر لك هذا النقل وضيفتك هناك في جمعية المرأة بسداب. كان أيضا مظهر وأيضا دلالة واضحة لهذه المشاركة المتميزة من أبناء ولاية مسقط الذين حضروا إلى هذا المهرجان ليثبتوا عمق تاريخ هذه الولاية وأهمية هذه المشاركة، بالإضافة إلى وجود عدد من الأركان التي تقدم جانب مهم من الحرف، الفنون، الصناعات، المشغولات، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية. تميزت اليوم الولاية بهذا الحماس وبهذا الجهد المبذول. وطبعا يا حفيظ برنامجنا يضم مشاركة هذه الولاية ويضم مختلف الفعاليات، يضم أيضا الفقرات المنوعة وزملائنا، وأيضا يضم اللحظات الحاسمة من خلال مشاركتكم في مسابقة هلا مسقط. إرسال كلمة هلا مسقط على الأرقام التي تظهر على الشاشة من بداية البرنامج، واليوم أيضا سحب على فائز واحد. ولكن قبل لا نجري سحب يا حفيظ، غدا راح تكون لنا أو راح يكون أيضا سحب آخر لثلاث فائزين، كل فائز منهم راح يحصل على 500 ريال في الغد يوم الخميس. كل خميس راح يتم السحب على ثلاثة فائزين، كل فائز راح ينال جائزة بقيمة 500 ريال عماني. اليوم وفي هذه اللحظة راح يتم السحب على 100 ريال عماني. من سعيد أو سعيدة الحظ؟ وهذا هو السحب. بدأ السحب الإلكتروني حفيظة على 9:30، نجري السحب يوميا لفائز واحد حاصل على 100 ريال. هناك تساؤل، هل الفائز لربما أو المشارك لربما راح تكون مشاركته فقط إلى يوم السحب؟ نحن دائما نذكر أن الأسماء راح تترحل أيضا إلى اليوم التالي من أجل سحب أكيد. آخر وهكذا. 9663 1 9 0. إذن 9663 1 9 0 الفائز أم الفائزة، صاحب أو صاحبة الرقم 9663 1 9 0. مبارك لكم 100 ريال من خلال مشاركتكم في مسابقة برنامجنا هلا مسقط. ولما حلف الحظ في هذه الجائزة مع محمد المخيني صغات المهرجان، هناك عدد من الجوائز والهدايا المقدمة في هذه الفقرة. بعد هذه الفقرة إن شاء الله لنا عودة وحكاية أخرى في هلا مسقط. تواصل وفرح.
مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم، نحييكم أجمل تحية. اليوم هكذا تزهو أكيد ولاية مسقط من خلال مشاركاتها المتنوعة، متنوعة من خلال البيئة البحرية، متنوعة من خلال مفردات تراثية، متنوعة من خلال الفنون العمانية المغناة، ومتنوعة من خلال هذا المعرض، هذا المعرض الذي يشتمل على العديد أيضا من المقتنيات، ولعل أبرزها خرائط مسقط بالإضافة إلى لوحات مصورة أيضا وتصوير أيضا فوتوغرافي لأبرز المعالم بين الماضي والحاضر. وهذا حديثنا القادم مع ضيفي الأستاذ عبد الله، الأخ عبد الله بن مزار الرئيسي المشرف على المعرض. أستاذ عبد الله، بداية نقول لك مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المعرض. أستاذ عبد الله، نتحدث اليوم عن المعرض، معرض يمثل ربما متحف مصغر أيضا لما تتضمن أيضا ولاية مسقط من مقتنيات مختلفة، ولعل الأبرز اللي ذكرناه هو الخرائط بنتحدث عنه أيضا في قادم الوقت. بداية حدثنا عن أبرز محتويات هذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل لا أبدأ بعرض عن الأشياء موجودة في المعرض، نوجه شكرنا الجزيل لكل الأسر اللي موجودة في ولاية مسقط تعاونت معنا لإظهار مشاركة مسقط بنجاح بشهادة الجميع في هذا المهرجان وفي هذا المعرض. المعرض يحتوي على خرائط قديمة لمسقط، لولاية مسقط في القرن 17 والسادس عشر، السادس عشر والسابع عشر، وقرن 19 و20 لولاية مسقط. وكذلك في خريطة جديدة سويناها بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة بوزارة الدفاع عن معالم مسقط الحديثة موجودة في الخريطة هذه وتوضح. طيب، أبرز دلالات خريطة مسقط أستاذ عبد الله. الأشياء اللي موجودة مثل العمران اللي موجود، الأماكن، المباني الحكومية، الأشياء التراثية، المتاحف، أماكن السياحية، كل هذه مبينة في الخرائط، في الخريطة الحديثة لمسقط. أكيد. وهناك أيضا مدينة مسقط في القرنين العاشر والحادي عشر الهجري، السادس عشر والسابع عشر الميلادي، هناك كثير من الوصف. ومدينة مسقط في مطلع القرن الرابع عشر هجري حتى منتصف التاسع عشر ميلادي حتى القرن العشرين الميلادي، ومقر يعني مقرات كثيرة أيضا من المعالم المختلفة. أستاذ عبد الله، أكيد نتحدث بعد الخرائط عن هذه الصور التي تحكي هذه الدلالات، دلالات بين الماضي والحاضر لمعالم مدينة مسقط. لو تحدثنا عن هذه الصور. الصور هذه تبين لمعالم مسقط قديما قبل النهضة المباركة وبعد النهضة المباركة، نفس الأماكن، نفس الأشياء هذه موجودة، الفرق بينهم بين الماضي والحاضر. نعم، مثلا حديقة ريام، المتحف الوطني، المدرسة السعيدية، وجود أيضا مجلس عمان. نعم، مجلس عمان، بوابة مسقط، القلاع، مسجد الخور، المباني القديمة والحديثة. نعم. والجميل هذه التوأمة بين الماضي والحاضر، مسقط أيضا في القرن التاسع عشر الميلادي. جميل هذا المعرض أن يحتوي كثير أيضا من الموروثات والمقتنيات، بالإضافة إلى هذا النسيج أيضا المرتبط بالخارطة، خارطة جميلة، خارطة أيضا تعنى بمسقط بتفاصيلها المختلفة، ثم هذا التوثيق الجميل لهذه الصور، معالم من مسقط بين الماضي والحاضر. أستاذ عبد الله، إذن اليوم هي مشاركة، أكيد مشاركة جميلة من خلال هذا المعرض. نتمنى لكم أكيد كل التوفيق، ونتمنى لولاية مسقط كغيرها من ولايات السلطنة كل التوفيق في أن تنال أيضا مراكز متقدمة في هذه المسابقة في مهرجان مسقط 2019. شكرا وأحسنتوا للتغطية، ونشكر كل من تعاون معنا لإنجاح مشاركتنا في هذا المعرض. شكرا، وتبقى دائما مسقط هي المدينة وهي الولاية الجميلة وهي دلالات المسمى الهرمي، هكذا الولاية مسقط ثم المحافظة مسقط ثم العاصمة لأجمل بلد مسقط. شكرا، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا، أحسنتم. شكرا. إذن هكذا كنا من خلال هذا المعرض، معرض يعنى بكثير من التفاصيل التي تحكي عن ولاية مسقط من خلال مشاركتها في مهرجان مسقط 2019، هذه الدلالات الجميلة في المسمى والتسمية، لتبقى دائما مسقط هي لؤلؤة ولايات السلطنة. إلى الملتقى، ولازلنا معكم في هلا مسقط.
الأماكن السياحية اللي يجونها السواح من كل مكان، سواء من خارج عمان أم من داخل عمان، سوق مطرح. هذا السوق فيه من الصوغات المختلفة، ولكن صوغات برنامجنا يمكن يأتي أحسن من صوغاتهم. تعالوا معنا ومع زوار سوق مطرح. الوالدة اليوم جاي سوق مطرح. هي وقية سوق مطرح. نعم. إيش جاي تتشرين؟ تغير ملابس. تغير ملابس. من هين أنتي؟ أنا من العامرات. من العامرات. من هين؟ من قحلوت. المهرجان زرتيه ما؟ بعدنا ما رحت. لا. إذا أنا شوف إحنا بنسوي اتفاق. أنا بعطيك الصوغات وعقب أنت تروحي المهرجان. مقل بروح المهرجان. إذا بعطيك الهدايا وعقب تروح المهرجان. إن شاء الله. تم. تم. توكلنا على الله. يقول أشهر أودية ولاية الرستاق وادي مو. وادي الحو. ساعدوا. ها وادي مو قولوا لها. حقين. خبرك. واحد عقلي. اللي سمعناهم منهم كلهم. لا والله حقين. أشهر أودية ولاية الرستاق ووادي الحوقين. الحوقين. أما ما بنطول عليك، إنزين ياتك صوغاتنا. الصوغة الأولى يا الوالدة 50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأيضا بطاقات حياك مقدمة من عمان تل. وعمان تل عندهم خدمة جميلة اللي هو الألياف البصرية، الإنترنت المنزلي. لما تأخذون باقة 30 ريال تقدروا تحددوا 5 أشخاص مكالمات مجانية من عمان تل لعمان تل، وهذا خدمة جدا جميلة من عمان تل. أما بنعطيك وقود مجاني من المها. البترول علينا. ترسل السيارة بترول ومشي. وأيضا الشعلة للعطور، قدموا لك هالعطورات الطيبة بقيمة 50 ريال. والديوانية للحلوى العمانية، عطوك هالحلوى الطيبة ب50 ريال. وأيضا حال حد من عيالك بوينتس أوتو كار، هذا اللي يلمعون السيارات وينظفون السيارات ب50 ريال. وأيضا العسل الطبيعي من النحلة الذهبية، عطوك هالعسل بقيمة 50 ريال. وأيضا يماه مركز شاطي القرم الطبي، عطوك فحص مجاني بقيمة 50 ريال، واحد يفحص ويطمن يماه. والله يعطيك الصحة والعافية. أحسنتك جزاكم الله خير. الحين بتروحي المهرجان؟ دوري إن شاء الله. حياك الله. مع السلامة. إن شاء الله. شكرا. أول شيء، ولاية عرفت باسم بيضة الإسلام. النزوة. كاشمك. هيش تبى الحين؟ زيدني أعطيني صوغات. الصوغات. صوغات. و50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. زيدني الخيالي. وبطاقات حياك من عمان تل. وأيضا الديوانية للحلوى العمانية 50 ريال. والشعلة للعطور هل أسب إنك لبت بخبخ؟ نعم. إيش بتسوي؟ لبت بخبخ. وأيضا النحلة الذهبية للعسل الطبيعي، قدموا لك عسل ب50 ريال. وأيضا بوينت أوتو كار، بتلمع سيارتك ب50 ريال. جزاك الله خير. زيني. ها؟ زيني. روحت عنك. ها؟ زيني. بس مشي مشي. لا 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 لا. أشوف عامر قاعد يمسك كيستك. أشوف. روحنا عنك. الله أحسنت جزاكم الله خير. الله يوصلكم بالسلام وهل هلا بالطريق على السرعة. إن شاء الله. من هنا أنتوا؟ من وادي عذيبة. من وادي عذيبة؟ إيوه. قولوا صوغات المهرجان. الوالد ما كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. من اي ولايه انتوا؟ من المضيبي. ما شاء الله، جايين من المضيبي. تسوقتوا؟ ايوه. ما رحتوا المهرجان؟ لا انا ما رحت. لا 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 لا، تروحوا العامرات، ها؟ تروحوا النسيم، تتمشوا وتشوفوا الفعاليات هناك. ايش رايك احنا نعطيك الصوغات وعقب تزوروا المهرجان؟ ان شاء الله. يلا بسم الله. سؤالنا يقول: موقع اثري بولايه عبري، بناتك بيعرفونه، تم تسجيله ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهو عبارة عن مقابر أثرية. ها ها. مقابر بات. يا سلام عليك. مقابر بات. نعم، هذه هي الإجابة
الصحيحة ويا هل المضيبي ياتكم صوغاتنا. المهرجان ما شاء الله العام رأت فيها القرية التراثية وفيها الفعاليات الطيبة، وهذه 50 ريال الوالدة من الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون، وبطاقات حياك من عمان تل تعبون فيها كلكم زين، وتاخذوا باقة ال7 ريال فيها 3 انترنت جي بي مجانا، وفيها 5 مكالمات تحددونها ارقام مجانا، والديوانية للحلوى العمانية مروا عليهم وخذوا 50 ريال، وايضا تعبون الوقود على حساب محطات المها مجانا من المها لتسويق المنتجات النفطية، والشعل للعطور قدموا لكم هالعطورات الطيبة بقيمة 50 ريال، وايضا الخميس للاحذية الوالدة تاخذون الاحذية من اي محل الخميس للاحذية بقيمة 50 ريال تستاهلوا، وايضا مركز شاطي القرم الطبي فحوصات شاملة تستاهلونها هذه الجوائز. الحين ها كيف المهرجان؟ بنروح ان شاء الله. بتروحوا ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية جولتنا، لنا جولات ثانية في أماكن ثانية، مع السلامة. زاوية أخرى أيضا ننقل هذا الإبداع الجميل اللي تبدع فيه نساء مسقط ونساء ولاية مسقط، ونقول أيضا نساء سداب بالتحديد. نتكلم عن مشغل نساء سداب، إيش هو مشغل نساء سداب؟ ماذا يقدم أيضا مشغل نساء سداب من خلال لميس الكيومي؟ هي أحد الموجودين هنا في هذا الركن الخاص بمشغل نساء سداب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك حبيبتي. نتعرف أكثر عن نساء سداب، إيش هو نساء سداب؟ هل هو محل تجاري؟ هل هو مشغل؟ هل هو مثلا مبادرة؟ أو يعني نتعرف أكثر عليه. هو مبادرة اجتماعية وفي نفس الوقت مشغل لنساء سداب. نقوم بعمل هذه المنتجات الجميلة صديقة للبيئة، أشياء عمانية بنفس الشيء بلمسة عصرية تجذب العمانيين نفس الشيء والأجانب. أنا لاحظت أيوة أشكال، يعني خلنا نقول أشكال جميلة، يعني مثلا دشداشة العمانية، اللبس العماني التقليدي، أيضا لمسات خلنا نقول هذا يعني كذا يطابع من نقول ظفار، أيضا طابع بدوي طابع تراثي، كلها مزجتوها في أكياس صديقة للبيئة. من وين جاءت الفكرة؟ وأيضا من صاحب هذه الفكرة وكيف بدأتوا؟ صاحبت هذه الفكرة الأستاذة بدرية السيابي، هي كانت تدرس برا في أمريكا وتطوعت في أعمال خيرية كثير هناك، فلما رجعت حبت تسوي شيء لنساء منطقتها ففكرت بهذا المشروع وبدأت فيه، والحمد لله الحين واصل عدد الخياطات 30 خياطة، وكان هدفها هدفه الأساسي تمكين للمرأة العمانية، والحمد لله مكان اللي يخيطوا واللي يطبخوا واللي يحنوا يعني من كل مجال. يعني خلينا نقول هذه المنتجات كلها صنعة بأيدي عمانية بيد نساء عمانيات. أيوة أيوة. حلو أن أيضا الأشخاص اللي خلينا نقول يرتبطوا أو يتثقفوا بثقافات خارجية يجوا على السلطنة ويحاولوا أن ينقلوا بعض الثقافات اللي هناك اكتسبوها، ولكن بطريقة نحافظ فيها على اللمسة الجمالية العمانية. بالضبط بالضبط أيوة. نتكلم أيضا عن أماكن عرض هذه المنتجات، هل هي في مراكز تجارية أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا عندنا حسابنا في الانستغرام سداب أندرسكور ومن، وشادي هوتيل يشتري منه، وشانغريلا، ومحل الأوركيد فلاور مقابل مستشفى مسقط، وسابكو. يعني خلينا نقول في أماكن محددة أو مخصصات بيعوا بها المنتجات. طبعاً مكاننا الرئيسي مشغل نساء سداب الرئيسي، هناك نفس الشيء منتجاتنا. أسعاركم في متناول الجميع أو أسعار شوية غالية؟ لا الحمد لله متناول الجميع، بالعكس يخبرونا المفروض أنتم أصلاً تزيدوا أسعاركم، بس نحاول نخليها متناول الجميع. حلو. خلنا نقول هذه أيضاً فرص عمل للنساء العمانيات، أيضاً هو لشغل أوقات الفراغ، لتمكين المرأة، أيضاً لإعطاء المرأة دور بارز، أيضاً لصنع هذه المنتجات التي صنعت بأيدي نساء جميلات ومكافحات وخلنا نقول عمانيات. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت
كانت بعض من الزوايا التي حاولنا أن نبرز فيها ألوان ولاية مسقط الجميلة، ألوانها المختلفة المفعمة بالحياة والتنوع والثراء. نعود معكم إلى الزملاء. شكرا لك تاج، وأيضا شكرا لكل الزملاء خارج الاستوديو لما قدموه اليوم من محتوى، سواء كان من خلال مشاركة ولاية مسقط أم أيضا من خلال الزميل أحمد المعمري هناك في متنزه النسيم. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. غدا مشاركة ولاية بركة، ولكن نذكركم أيضا غدا بما أنه نهاية الأسبوع ويوم الخميس السحب لثلاث فائزين، كل فائز منهم 500 ريال. ما عليكم سوى إرسال كلمة هلا مسقط. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء. وكلما زادت رسائلكم زادت فرصكم في الفوز. مشاهد من المهرجان ربما بإمكانك أن تكتشف فيها جمال مسقط وجمال السلطنة بهذا التنوع والثراء من التراث وتعدد البيئات والأشكال المختلفة. برامج تلبي طموحات السائر والرواد هذا المكان والعاصمة مسقط. ملتقانا إن شاء الله في الغد يتجدد مع مشاركة جديدة، عدد متجدد أيضا من الأحداث والأنشطة والبرامج. تحية من فريق وأسرة البرنامج، تحية مع باقة ورد من مخرج البرنامج راشد السابعي. وإلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته.